يا رحمن ايش هذا؟ ابو دعدوعه؟ اقسم بالله انت بتضحك، الله يخليك يا الملعون. عم تعملها؟ انت خليتني متجوز وخليتني ببيع خمور وخليتني كل حاجه. عم بتدق الغرشه دق يا ابو دعدوعه؟ يا ابني مهيته والله، الله يخرب بيتك. اي مهيته؟ عم بتدق الغرشه وانا ما بعرف؟ مهيته والله يا الملعون ابو دعدوع. وكمان فيها صوره تور؟ ده حمار. ممكن يكون انت وحطينا. ايش مكتوب هنا؟ شراب الخمور والكحول. خمور وكحول؟ ايه يا اخي، انت فضحتيني يا اخي. ايه ده يا ابو دعدوع؟ ايه ده بالله؟ قول قول. انا طلعتني متجوز وطلعتني ببيع خمور وطلعتني ما مش بصلي وطلعتني مش بتسبح. يعني ابو دعدوع انت ما عم تدقها؟ انا بشرب لان ما هي ما عم تفدقها من تحت. عامل ايه؟ اخ ابو دعدوع ايش ذا؟ هذا مهيته؟ والله مهيته. ايش كي؟ مين هي بنه؟ يا عمي انا بقول لي اتخذ المحل.